لكن عشان نقرب من الصورة بشكل أكبر، خلينا نروح سريعا لزميلي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. يا كيمو، مساء الفل عليك. تحياتي ليك زميلي أمير، أهلا بيك وكل التحية لكل مشاهدي جمهور جمهور النادي الأهلي. طمن جمهور النادي الأهلي يا كريم عن الفريق واستعداداته، من تحديد من خلال مران النهاردة الأمور كانت ماشية إزاي، وأبرز ما حدث في المران اليوم يا كريم؟ يمكن زي ما احنا بنقول خلاص العد التنازلي لمباراة تاون شيب بطل بوتسوانا، ان شاء الله تكون مباراة جيدة للنادي الاهلي. 3 نقاط او نقاط المباراة بشكل عام تكون من نصيب النادي الاهلي. الجمهور عندنا ثقة كبيرة فيه جدا خلال هذه المباراة، يبقى سند كبير وحمى النادي الاهلي كما ذكر الكابتن محمود الخطيب في الكلام الهام جدا اللي كان ليها تاثير كبير جدا مع جمهور النادي الاهلي. بنتمنى كمان ان شاء الله تكون اللعيبه في تركيز كبير مع الجهاز الفني. النهارده يمكن زي ما انت قلت المران بدا في الساعه 9 صباحا، كانت في محاضره سريعه للمستر باتريس كابتن محمد يوسف بالحديث عن المرحله القادمه المعسكر اللي هيكون فيها الاسكندريه. كمان يمكن كان في تحديث كبير من الكابتن محمد يوسف للاعبين زي ما وذكر كلمات الكابتن محمود الخطيب ان الناس مستنيه ان احنا نفرحهم، جمهور النادي الاهلي مستني ان احنا نفرح، مصر كلها مستنيه ان احنا نفرح. زي ما انت قلت برضو ان النادي الاهلي بيمثل مصر في هذه البطوله والمرحله صعبه، لكن عندنا ثقه كبيره جدا زي ما احنا بنقول في الجهاز الفني وفي النادي الاهلي. بدا المران كالعاده ببعض الجري الخفيف في بعض الاطالات مع مستر مايكل لندمان مخطط الاحمال، ثم كابتن محمد يوسف ومستر باتريس عملوا بعض تدريبات الكره زي ما ايضا انت ذكرت 60 دقيقه واقل كمان من 60 دقيقه نظرا في المباراه نجوم المستقبل اللي كانت تجربه مميزه استفاد بيها بشكل كبير جدا النادي الاهلي سواء من الناحيه البدنيه او من الناحيه التكتيكيه او من الناحيه الخططيه كمان. لكن النادي الاهلي ما كشفش كل الاوراق كالعاده في هذه المباراه، معسكر يكون مغلق بشكل تام. كابتن محمد يوسف ومستر باتريس فارض يمكن تعليمات كبيره جدا على اللاعبين، هيكون في حظر على اللاعبين من التصريحات الاعلاميه. بيحاول النادي الاهلي وبيحاول الجهاز الفني ان هو يضع اللاعبين في جو تركيز كبير جدا خلال المعسكر، لان المعسكر ده هيكون هو المعسكر الاخير وان شاء الله تكون فيه فايده وفي استفاده كبيره للنادي الاهلي. ايضا لو بنتكلم على حمودي وغيابه، طبعا زي ما انت ذكرت يمكن مرض والدته، لكن حمودي استاذن من الجهاز الفني للنادي الاهلي كابتن محمد يوسف قام باعمال مدير الكره. على الجانب الاخر ناصر ماهر هو اللي ما استاذنش، عشان كده اتطبقت عليه العقوبه الماليه. ويمكن كابتن محمد يوسف اتكلم معاه، مستر فاتس اتكلم معاه، ناصر ماهر يمكن زي ما انت ايضا ذكرت كمان السن الصغير هو يمكن مذبذب شويه، لكن بعد الحديث مع مستر باتريس وكابتن محمد يوسف خدوا وعد منه ان هيبقى في التزام كبير جدا خلال الفتره القادمه. ناصر من اللعيبه المميزه، ناصر يمكن الناس عارفه او يمكن الناس ما تعرفش ناصر عامل 2 صليبي، كان عنده صليبي دي حقيقه، عاد منه من جديد، عنده اصرار كبير، عنده روح كبيره جدا، بيحب النادي الاهلي جدا وعايز يلبس شيرت النادي الاهلي ويحقق بيه بطولات، وده اللي بنتمناه اكيد من ناصر ماهر. احمد الشيخ كمان امير بيغيب النهارده عن المران اللي كان موجود النهارده على مقر التيسي الساعه 9 صباحا، لكن حتى هذه اللحظه يمكن احمد الشيخ يعني ما عندوش اي امور خاصه او ما عندوش اي حاجه بنطمن الناس برضه، لكن ان شاء الله يكون متواجد في معسكر فريق النادي الاهلي خلال السبت او بعد غد يكون مع الفريق. تمام. ناوي النهارده ما شاركش في التدريب بشكل عام، جري بعض الجري حول الملعب، سالنا طبيب النادي الاهلي قال لي ما كانش وما فيهوش اي حاجه، لكن كان الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس كان في تفضيل النهارده ان هو ما يشاركش في جرعه كبيره من التدريب، لكن ايضا بنطمن جمهور النادي الاهلي انه ان شاء الله جاهز خلال الفتره القادمه، وكل اللعيبه يمكن جاهزه وعندها اصرار وعندها تحدي وجديه كبيره جدا خلال الفتره الماضيه اللي احنا بنتابعها فيها التدريبات، وان شاء الله هنعكس عليهم في مباراه تاون شيب بطل بوتسوانا. عمرو بركات وباسم علبي، يمكن باسم بيوصل التاهيل حتى هذه اللحظه واكيد خارج الصفوف فريق النادي الاهلي وقائمه فريق النادي الاهلي في مباراه تاون شيب. عمرو بركات موضوع له برنامج تاهيلي بعد انتهاء الاعاره اللي عدى منها من السعوديه، بيحاول طبعا الجهاز الفني ان هو ياهل عمرو بركات يضعه على الخطه البدنيه ان شاء الله يكون في مكسب كبير خلال الفتره القادمه ان هو يستعيد قواه ويستعيد ايضا كمان اللياقه البدنيه المعروف عن النادي الاهلي اللي هو خلال الفتره اللي فاتت وخلال الفتره القادمه والموسم المتلاحم، فاكيد اللياقه البدنيه وايضا مخطط الاحمال مستر مايكل عليه عبء كبير جدا مع النادي الاهلي. اكيد الامور زي ما بقول لك امير ماشيه بشكل مطمئن جدا للنادي الاهلي، ويبقى كل التوفيق ان شاء الله في مباراه تاون شيب. طيب كريم، خليني اسالك عن الحاله النفسيه والحاله المعنويه بالنسبه للفريق من خلال متابعتك للمران النهارده، وخصوصا ان هم خلاص بيستعدوا زي ما احنا قلنا المباراه مهمه ومصيريه بالنسبه للفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا. يا كريم باكد عليك ان لعيبه النادي الاهلي في تركيز شديد جدا عقب العوده من كرواتيا بعد معسكر كرواتيا، مجرد وصول النادي الاهلي وتدريباته على ملعب مستر التتش التركيز الشديد سمه الجديه في تركيز كالعاده، يمكن
اللعيبه الفترات الماضيه بيبقى في تهريج، ما بيهرجوا مع بعض اللعيبه على دكه البدلاء قبل ما ينزلوا لارضيه الملعب، لكن يمكن اللي احنا شايفينه في تركيز شديد، الجديه اللي واضحه في التمرينات لامسينها وشايفينها. مباراه الامس بقول لك كان في روح كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي، وكان في بعض الاحتكاكات القويه جدا يدل ان في اصرار، كل لعيب عايز ياخد مكان، عايز يثبت للجهاز الفني ان هو قادر ان هو يكون له دور ويكون له مكان في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي. والحمد لله يمكن نشوف النادي الاهلي مكتمله، عندنا اكثر من لاعب في اكثر من مركز، كل اللعيبه يمكن مستوياته متقاربه بشكل كبير جدا، فان شاء الله اللي هياخد فرصه واللي هيكون اسمه متواجد في تشكيل مباراه تاون شيب، المباراه المهمه والمباراه اللي احنا كلنا منتظرينها، وايضا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون موفق في هذه المباراه. لكن باكد لك ان الحاله المعنويه مرتفعه جدا لدى اللعيبه، اللعيبه عندها اصرار وعندها تركيز، وان شاء الله باذن الله يبقى التوفيق وينعكس عليهم ان شاء الله في مباراه تاون شيب في برج العرب ان شاء الله. ان شاء الله. كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا. طبعا ده كان كريم